كدايره؟ الله يبارك فيك. وانتيا كنشكركم على هذا البرنامج. ايوا هذا شكر الحمد لله لينا ولكل المستمعات لانه برنامجنا منور بكم اختي رقيه. انا بغيت نعطيكم الطريقه ديال الري بالبلدي. بسم الله على بركه الله. كناخذوا نص سيترو ديال الحليب ياكي. نعم. عند اي طرو حليب واحد كنسخنوه حتى كيفيض. وواحد ما نسخنو ما نديرو ليه والو. تخليه بارد. هكاك وناخذوا واحد ياغورت الفاني. نعم. كنخلطوه مع هذاك اللي فايض، الا فاض صافي نطفي عليه. واخا. وكنديروا ليه السكر على حسب الذوق. وتخلطيه والحليب سخون. نخلطوا هذاك دانون مع بلا ما نذكروا الماركه، نقولوا غير ياغورت. اذا كديك الكاس الفاني الياغورت فاني كتخلطيه مع نص سيترو اللي سخون والسكر على حسب الذوق، ولا اللي عندها العسل اللي ما بغاش السكر حتى هو كيجي مزيان. وكنخلطوا مع هذاك اللي بارد الحليب. نعم. وكان في كنخويه في الكافرون عاوتاني الا بغينا يجينا شاد في راسو. ايه نخويوه شحال من مره، نخويوه في هذا الكاسون عاوتاني نرجعوا لهذا ونرجعوه شحال من مره حتى تكون عنده ديك الكشكوشه. صافي. وكنغطيوه وكنحطوه نسخنوا الفران شويه حتى يسخن. ايه ونحطوه تما ونغطيو عليه صافي. وفي الليل مثلا غدا غنلقاوه واجد. نعم. ايه اذا كيجي زوين. يعني الليله اللي كتخليه مغطي وكتحطيه في قنيت عندك في الكوزينه ولا غد ليها الرايب ديالك واجد. تبارك الله عليك رقيه. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. وحنا اللي كنشكروك.